صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليت الحياة لا سقى الأزهار بالظلم صروفه غشت الزهراء بالظلم. كم بعد فقد أبيها كابدت محنا وقوعها يدع الأطواد كالرمم. وصحبه غصبوها بعده فدكا وأنكروا فيها من الحكم. وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة الظرم. فأسقط الرجس لما ظل يعصرها وويلها. فأسقط الرجس لما ظل يعصرها منها جنينا نما في طاهر الرحم. بعد المصيبة أعظم بصدرها نبت المسمار. وانكسرت منها الأضالع فانهلت بفيض دمي. وصوت قنفذ يلوى فوق عاتقها يا صاحب الزمان ضربان فتصرخ والها منه بالألم. شنو شو تقول؟ تقول ما قاله يا بيت أبو الحسنين بيتي وما قال بالزهر احفظوني بعد موتي. وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي وهل جزل خلف الباب ليه
قريش مجمعين كلها بشب النار قالت شبه عليك وارحل يا خاين هالعهد للنار تصليك قالها بد الشدار قالت ما أخلي وشافت مصر لزمة الباب الحزين لك أن تتصور هذه الحالة عظم الله لنا ولكم الآن بس تصور وتوجه وانظر بعين قلبك لهذا الموقف بانت أنام الهوى رفع صوت ضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم نطبها وحط قوتها بالباب يا شيعة وعصرها وفاطمة تنادي يا رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزهرة بالأخبار لجل الستر لاذت ما بين وبين الجدار نادى على اصحابه وهجم بيهم على الدار وبالباب شافت سترت بضعة مدينة جاها كسرت ضلوعي وانجرح صدري بمسمار سرعش تعالي وضربي ساتر علينا طلع وبحيدر والوديعة خلف الاعتاب وفضات وعيها وتنهضها من التراب تجمد اللطمة وتشد براسها عصارة وتقول عنك راح ابو ابراهيم وين وتاليها انشجالي وزاد حزني وهيج الغمي وارخص غالي دموعي وسيل بالجفن دمي يوم صاحت الزهرة دخلوا عن ابن صاح الرجس يا خنفوث ولك بالصوت رد ليها رد ليها وروعها ولوعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله تنحب والعصا ولا
طفل الحسن يصرخ راح ابونه من عاينة حيدر ملبى بقايدينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابونه غصبا علي طلعت خوفي يذبحونه كنت يتم اولادي عقب فارس الفرسان المعذره لله ولصاحب الزمان ماذا صنعت يا فاطمه قالت ظليت ادافعهم وظنتي يرحموني ولا راعوا الوصية هجموا على داري وساتر ما علي ظليت ادافعهم ودمعاتي جرية ومن طلعوا بحيدر علي كل الامر هار ولا ذا توسدها المنية إذن بلجلة توسدها تحديد الحاكم والمنهجية المتبعة
لدى المسلمين في هذا المعنى. للمتأمل في هذا المعنى هناك مذهبين يذهب بهما فرق المسلمين. المدرسة الأولى تذهب لأن الحكم يتعين بطريق الشورى استنادا لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. وللمتأمل الآية المباركة ما جاءت تأمر المسلمين بأن يعينوا حاكمهم بطريق الشورى، إنما الآية جاءت تنظر في سبب نزولها، جاءت تمدح مجموعة من الأنصار ومجموعة من الصحابة، تمدح خصلة فيهم وهي أنهم كانوا يتبعون مبدأ الشورى في تناول أمورهم، وكذلك استنادا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. الخطاب هنا موجه لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يأمره بأن يشاور أصحابه في أموره فقط استجلابا لمودتهم فقط لا أكثر، وإلا فالنبي مسدد بالوحي وما ينطق عن الهوى، ما يحتاج لمشورة فلان وفلان، لا لمشورة الصحابة ولا لهم، وإنما هو لتحقيق مودتهم. المدرسة الثانية عند المسلمين مدرسة الإمامية تذهب لأن الحكم يتعين بطريق الاختيار والتقرير والتعيين من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان هنا أي اختيار ولا تقرير، وليس له الحق في الاعتراض، إنما عليه الإذعان والامتثال والتسليم لما أمر الله تعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. أنت هنا مسلوب الاختيار، ليس لك الحق حتى في الرفض أصلا. يعني في حوار بين الخليفة الثاني عبد الله بن العباس يقول له يا ابن العباس أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ قال ما أعلم، لكن إذا الخليفة يعلم يعني أفدنا. قال له كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفخوا على الناس جفخا أو تنفخوا عليهم نفخا، فاختارت قريش لنفسها فوفقت وأصابت. قال له تعال قريش من أعطاه الحق في الاختيار؟ كل اجتهاد في مقابل النص الإلهي واجتهاد باطل بدون مناقشة. أي اجتهاد إذا أكو نص سماوي من قبل الله أو نص من قبل الرسول، كل اجتهاد في مقابل هذا النص واجتهاد باطل غير مقبول به أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. الله هو الذي نصبه والذي عينه والذي اختاره، ليس بيد الناس. الآية التي افتتحنا بها إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، رضيتم أم أبيتم، هو اختيار الله سبحانه وتعالى. هذول الجماعة هنا كما تشير الآية اعترضوا، قالوا أنى يكون له الملك علينا، نحن أحق بالملك، نحن التجار ونحن الأغنياء ونحن أهل الثروة وهو فقير لا مال له،
لم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليك. هذا الموضوع هنا لا يحدده كثرة، لا تحدده كثرة الأموال، ولا تحدده أي أسباب التكامل الخارجية، لأن كل معرض إلى شنو؟ إلى الزوال. هذا اللون يعني أحد كتاب بني العباس يقول: دخلت عند أمي في يوم عيد أضحى فوجدت عندها امرأة، فسلمت على أمي وعيدتها، ثم سألتها قلت لها: من تكون هاي المرأة اللي في ضيافتنا؟ قالت: ولدي إله عن ذلك، يعني لا تشغل نفسك. يقول: فألححت في طلب الجواب، يعني داخلني الفضول. قالت: هي أم يحيى ابن جعفر البرمكي، وهذا أحد كبار وزراء ومستشار بني العباس، يعني واحد له نفوذ في الدولة العباسية، وهذه المرأة هي أمه. يقول: فسلمت عليها، قلت لها: يا خالد، أنت امرأة كبيرة في السن، وعشت الكثير من التجارب والكثير من المواقف والكثير من الحوادث والكثير من القضايا، أفلا تحدثينا بأغرب ما كان منها؟ قالت: أحدثك بأقلها، عبارة بسيطة، ولك أن تأخذ منها ما شئت. قالت: مر بي عيد أضحى مثل هذا اليوم قبل عدة سنوات، وعند رأسي 400 وصيفة تخدمني، ويعود علي العيد هذا اليوم وليس عندي جلد كبش ألتحف به عن البرد. شوف الزمان، أنت مرة يرفع الإنسان فوق، مرة لا، نزل في التراب، يحطمه تحطيمه. فهم ذولا جايين، يقول: هذا شلون يكون نبيا، او شلون يكون ملكا علينا في مخاطبة نبيهم؟ هو فقير لا مال له، وهي اللهجة كثيرا ما حاربها الإسلام، وهي أن يعطى الإنسان مقداره لأنه يمتلك المال أو يمتلك المال. الإسلام حارب هذا المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم. هو وصل لهذا المنصب بثلاثة أمور: الاصطفاء الإلهي، والزيادة في العلم، والزيادة في الجسم، القوى البدنية. بهذه الأمور استحق أن يكون ملكا عليك، لا بكثرة أمواله ولا نفوذه. أكو أساسيات بموجبها الإنسان يصل إلى هذا المنصب الإلهي. علي عليه السلام وصل إلى هذا المنصب العظيم، وصار سيدا على كافة من يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، سيدا على كافة المسلمين بتعيين من الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا كان الموضوع باختيار الناس، ليش يجي رسول الله صلى الله عليه وآله يوقف العالم في يوم الغدير 18,000 حاج في حرارة الشمس وقت الظهيرة، وقفهم رسول الله وخطب فيهم حتى قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر معه الحق حيث ما أدر. حصل هذا الأولى؟
اجوا الجماعه البيت علي بن ابي طالب. يطلع علي ويبايع والا اضربنا بيتكم نارا. جرى على فاطمه ما جرى في يوم الباب. في يوم هجوم الثعلب. يقول ثم بقيت فاطمة بأبي وأمي على فراشها معلولة. يقول تخفي أنتها عن علي وتخفي أوجاعها عن حتى إذا دخل عندها في مثل هذه الليلة التي رحلت فيها. يقول دخل عليها في غفلة منها فلم تعلم بدخوله عندها فسمعها خفية تئن وتصرخ آه الضلع. أقبل عند فاطمة جلس عندها خلى راسها بحجرة وتدنك وين عليها وسال الدمع من عينه وصاح المرتضى عليها صورة خلف الباب هل ونات خليها لا تمجين وتونين يا زهراء فجعتيني. يا معلولة يا منحولة يا مضروبة علم دونك يا مظلومة يا مهضومة يا مغطومة على عيونك يا مرفوسة شوفت من خطف لون ما تحكي يا زهرة وياي ما جنيت تعرفين هي زينب تلوج حداج وام كلثوم واولادك راسك ما تشيلينه يا زهرة من على وسادك لو يرضي حسن وحسين حان اليوم ميعادك ويش اللي عليك اليوم فوق الفرش وتنادي يا حامي الحمى باموت يا اللي قرب اولادي وخل زينب عند راسي وخل واحد على شمالي
دير العين ليتامي. بس اسمعني بهالبيت يا حامي لو عار يا زين
لأجل الكبر يا شيال
حسن وحسين شلت اللي على الدرعان ضربوها وعلى المتين شلت اللي ما بين الباب والحايط عصر هالشين عندي لك حجاية وقول يا شيال بقول شلت اللي حملها طاح وتسقط من حشاها شلت اللي عصرها الباب والمسمار آذاها هالليلة ضواها غاب واستوحش مصلاها وياه اللي يصلي الليل في محراب هالليلة يلا وياي شلت ضلوع مرضوضة شلت ضلوع مكسورة شلت عيون ملطورة وطواها من خسف نورا يا ويلي على أم حسين عني تروح مقهورة دفنوها وابو الحسنين ظل مختار بالعين يقول فلما وراها وعاد إلى بيته فتح باب الحجرة وإذا زينب واقفة عند الأعتار دش المرتضى ويشوف زينب تهل عبرتها لطمة راسها وقفت نوح باب حجرتها تقل لا مسألة عندي تفت الصخر ونتها ضمها بين درعانا يا ويلي ودمعه الجارة شو تقول قبل ايام شفت امي معصب عيونها برصار اشعدها حسن وحسين جاوبني علي في الغار قالها امي كم سطرة ترسيل هالليلة شفتها ودمعي الجار قالت يا عديل روح شيل الباب عن هالدار قلبي شلون يتحمل أشوفها وانظر المسمار هذا الكسر ظل عمي هذا الباب يا ابو حسين سقطها وطرح لجنين يا ابوي اشوف هالمسمار بعد مخطب بدمها انا بعيني يا ابو الحسنين شفت الرجس يلطمها أنا لليوم أتصور المحسن يعتفر يمها علي لراحت الزهرة وترجع لي بعد من وين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها فرج عنا يا الله في مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات
إن كل غريب لا وطن لي سالما غانما. اللهم انصر من نصر الدين يا الله، واخذل من خذل الدين، احرر غضبك بالقوم الكافرين. اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك جميعاً ثواب هذا المجلس متبوعاً بثواب الفاتحة مع الصلوات.